في الحج ليست أمة الإسلام وحدها في حجها من جموع الحجيج هي التي تلبي، كل عبد لله إذا استشعر هذا المعنى فهو ملبي لله، كل عبد قائم على طاعة الله مستقيم على أمر الله ملتزم بشريعة الله هو في معنى التلبية لله. لبيك ربنا وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربنا وإن لم أكن بين الصفوف محرما، لبيك ربنا ولو أكن بين الطائفين واحدا منهم، لبيك ربنا وإن لم أكن في جموع الحجيج وموكبهم لا طائفا ولا ساعيا. كل مسلم في أي مكان هو قائم على إجابة دعوة ربه وامتثال أمره واجتناب نهيه.